حبايبي بعد ما شرحنا بذاك الدرس حرف الد والآ، اليوم راح ناخذ حرف جديد اسمه حرف ال، شلون اسمه حرف الراء ونلفظه ار، نلفظه ار، وراح ابدا اعلمكم على الخط شلون نرسم حرف الار، شلون نرسم حرف الار. باعوا هذا خط الدفتر، هذا خط الدفتر، شلون ابدي اكتب حرف الار، شلون ابدي اكتب حرف الار، اصعد فوق انزل جوه، اصعد فوق وانزل جوه، اصعد فوق وانزل جوه، يشبه الموزه، اصعد فوق وانزل جوه، اصعد فوق وانزل جوه، فوق وانزل جوه، هذا اسمه حرف الار مثل الموزه. ار ار ار. اليوم راح ناخذ كلمه جديده مثل ما اخذنا كلمه دادا معناها الطفل الصغير، اليوم راح ناخذ دار معناه البيت اللي نعيش به، دار دار دار، وراح ابدي اشرح الموضوع. حبايب راح ابدي اشرح لكم، بس قبل لا اشرح هذا يا حرف اخذناه حرف الار، يا حرف حرف الار، وهذا شنو قلنا نتهجاب ذاك الدرس، د او ا دا وار دار، د او ا دا وار دار، معناها البيت، معناها البيت، هاي الكلمه اللي وراها اللي اخذناها. حبايب راح ابدي اعيد اقول د او ا دا، د او ا دا، د او ا دا، ار حرفنا الجديد اللي هو شنو اسمه، حرف الار، دار دار دار، معناها البيت هنا بالصوره، تشوفون هاي الصوره معناتها البيت. نجي على هاي الكلمه اللي اخذناها بذاك الدرس، د او ا ود او ا، شو تصير، دا دا، معناتها الطفل الصغير، دا دا، راح ابدي اقراها، دار دادا، دار دادا، دار دادا. حبايبي الورا راح ابدي نتهجى كلمه دار، د او ا دا ار دار، د او ا مقطع واحد، دا وار دار، د او ا دا ار دار، د او ا دا ار دار، راح ابدي اقرا الدرس، دار دادا، دار دادا، دار دار دار. حبايبي راح نبدا نقرا الدرس من جديد اللي هو دار، شنو معنى الدار، معناها البيت، يلا نبدا نقرا نتهجى، د او ا دا اور دار، د او ا د او ا دادا، دار دادا، دار دادا. نجي هنا نتهجى، د او ا دا اور دا، د او ا دا اور دار، د او ا دا اور دار، هذا حرف حرفنا الجديد هو ار، شنو شلون اللفظه ار، دار 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 دار. نجي عليه تشوفوا بالصوره حبايبي، تنشوف طفل، عندنا اليوم اخذنا كلمتين هي دار ودادا، دار معناها البيت ودادا معناها الطفل الصغير. نبدي نتهجى من جديد، د او ا دا ار دار، د او ا د او ا دا دا، د او ا دا ار دار، د او ا د او ا دا دا، راح ابدي اقراها، دار دادا، دار دادا. حبايبي بعد ما اخذنا دار دادا حنشوف حرفنا الجديد، هو اسمه حرف الار مثل الموزه. حبايبي ار ار، هذا ار نلفظه ار ار ار. حبايبي ختام درسنا اليوم بعد ما خلصنا كلمتين اللي هي دادا ودار، واخذنا حرف الد والا والار، كوننا منها كلمات، راح نبدا بدرس جديد اللي هو دار دور.